السلام عليكم، كتير البنات لاباس عليكم هانيين اليوم. ما شاء الله ندير لكم واحد الزواقه اللي هي من الزمن الجميل ديال الكروشيه. كتجي زوينه زوينه في الخدمه ديالها، شي حاجه اللي هي فنه. وكما تعودنا بان الناس كيبغيو الحاشيه اللي كيكون شي شويه كبار، غنحتاجو هنا الكروشيه رقم 12، غنحتاجو هنا الحرير من القصبه مباشره على 4 شعرات اللي مقص من طبيعه الحال، والقلع اللي غادي نخدم بها البنات. ها هويا، دابا غنجي هنا غندخل الكروشي في التوب وغادي نحزم الخيط ديالي على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا غادي نحزم الخيط ديالي. هاد الزواقه اللي غنديرو ممكن بان نديرو فيها لون، ممكن نديرو فيها جوج كما شفتوا. وغندير دائما فوق الحزمه غرزه حشو، سلسله عفوا غرزه حشو، وعاوتاني غرزه حشو وحدها، وغندير واحد جوج. دابا غنديرو اعمده العمود الاول والعمود الثاني كما كتشوفوا، والعمود الثالث والعمود الرابع، العمود الخامس والعمود السادس والعمود السابع، 8 ماشي، ها هو العمود الثامن، ها العمود التاسع عفوا، ها العمود التاسع والعمود رقم 10 والعمود رقم 11 والعمود رقم 12 والعمود رقم 13 والعمود رقم 14 والاخير. كاين لي هاد الزواقه البنات ممكن ديروا تحت منها غرزه حشو عاد ديروا الاعمده. انا فضلت نداها بحال هكا، وغنديروا واحد جوج ثلاثه سلسلات، وغنلوي الخيط وغنشوفوا القياس ديال ديك السلسله فين غادي يوصل، وغنديروا عمود باش الخدمه ديالنا البنات ما تجيناش مكمشه. درنا العمود الاول، غنعاودو نديرو العمود الثاني والثالث عاوتاني، والعمود الرابع والعمود الخامس عاوتاني، العمود السادس والعمود السابع والعمود رقم 8 والعمود رقم 9 رقم 10 رقم 11 12، عاوتاني العمود رقم 13 والعمود رقم 14 والاخير. هانتوما كيما شفتوا البنات درنا 14 عمود، 3 سلسله و14 عمود. انا غنزيد واحد الفراغ بحال هكا ونزيد غير 14 عمود ونتلاقاو. هانتوما البنات كيما شفتوا 14 عمود، فراغ اللي فيه 3 سلسله عاوتاني 14. المهم انا شكلت غير جوج زواقات باش ما نطولش عليكم الفيديو وتجيكم خدمه مزيانه. هنا حتى هنا كملت 14 عمود. دابا اشنو غادي ندير؟ غندير واحد السلسله وغندور الخدمه ديالي. هنا البنات غندير غرز حشو، هاد 14 عمود كلهم غنخدمهم بغرز حشو. انا واخا غنبقى نزرب شويه البنات، كنحاول ما نطولش عليكم فيديوهات ولكن انا راه كنشرح. المهم هاد 14 عمود حنا كنرجعوا عليهم بغرز الحشو. هنا البنات انا غنبقى نخدم وندور. نتوما ملي كيكون عندكم الكم اولا القب ديالكم راه ما غاديش تدورو، غتبقاو غاديين دايرين، غتجيكم الخدمه كلها على وجهها. انا هنا السطر غيجيني على وجهه، السطر غيجيني على ظهره، هادشي اللي بغيت نقول لكم. كما شفتوا على هذا الشكل هذا، هانتم هانتوما درنا دابا هنايا 12 عمود، من بعد درنا 12 عمود غنزيد 12 غرزه حشو
نكمل 13 غرزه حشو. دابا غندير واحد السلسله وغنبدا نعمر في هاد، هانتوما البنات غنعمر في هاد ثلاثه السلسله. غنعمر فيها دابا ثلاثه الاعمده، درنا العمود الاول، غنعاود العمود الثاني، غنعاود العمود الثالث هوايا. غندير واحد السلسله وغنكمل عاوتاني ثلاثه الاعمده اخرين، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. عاوتاني غندير واحد السلسله وغنخلي عمود ما غنخدموش، غنمشي للعمود الثاني وغنخدم عاوتاني غرز حشو. ها الغرزه حشو الاولى، غنبقى نخدم عاوتاني حتى تبقى ليا غير وحده هنايا كما شفتوا. انا غاده وانا كنخدم في هاد 14 عمود غرزه حشو، اذا طيحت هنا غرزه ما خدمتهاش ونطيح غرزه في الجهه الاخرى، اذا غيبقاو عندي غير 12. هاد الزويويقه ساهله وزوينه كما قلت لكم من الزمن الجميل ديال الكروشيه، وفي حق الحاجه اللي هي قديمه دائما كتبقى عند ديك الاصاله ديالها. ها انتم البنات بقات لي وحده الاخيره ما غنخدمهاش، غندير واحد السلسله وغادي نبدا نعمر عاوتاني في هاد ثلاثه ديال السلسلات. غنعمر عاوتاني ثلاثه ديال الاعمده، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. غندير واحد السلسله ونعاود عاوتاني نعمر ثلاثه وحده اخرين، ها واحد العمود الثاني العمود الثالث. غنخلي غرزه ما نخدمهاش ونجي للعمود الثاني صافي. دابا غنستمر عاوتاني بغرز الحشو. هانتوما دابا هنا انا ما غنبقاش نحسب لكم لان 14 عمود اللي كنا درنا في الاول غنبقاو ننقصوا منهم. هنا ملي وصلوا هنا في القنت من طبيعه الحال ما غاديش ننقصوا، خص الخدمه دائما ديالنا تجينا مزيانه كما شفتوا. ها انتما صافي وصلنا دابا للنهايه، غنعاود ندير واحد السلسله باش ندور. ها انتما دابا نتابعوا معايا عاوتاني مزيان. ملي كندور هنا نحاول هنا في القنت نحافظ على المساحه اللي عندي هنا، تجيني هاد البلاصه تبقى لي مسرحه. وغنرجع عاوتاني بغرز حشو غير السطر الاول اللي كندير فيه الاعمده، من بعد كنبقى نخدم غير بالغرز الحشو، والوسط ديال الخدمه ديالنا هي اللي كندير فيها الاعمده. انا غنرجع دابا البنات بغرز حشو عاوتاني، ولكن دابا ما غاديش ننقص غير وحده، غادي ننقص جوج. هانتوما على هذا الشكل هذا، شوي الخيط. لاحظوا دابا هنا بقات ليا ها واحد ها جوج، جوج غرزات ما غنخدمهمش، وغادي ندير واحد جوج سلسلات. وغنجي لهذيك واحد السلسله اللي كان خليت في الوسط غادي نخدم فيها، غنخدم فيها واحد جوج اعمده البنات، جوج اعمده ها هما، واحد سلسله عاوتاني جوج اعمده ها هما، عاوتاني واحد سلسله عاوتاني جوج الاعمده. اذا فهاديك واحد السلسله عمرنا سته ديال الاعمده، كل جوج اعمده بيناتهم واحد سلسله كما كتشوفوا. وغنعاود ندير واحد جوج، غنحاول نقطع عاوتاني واحد جوج ديال الغرز وغادي نخدم. شفتوا دابا الطريقه غنبدا عاوتاني غنخدم هنا في غرز الحشو، تنمشي للزواقة الأخرى. اللي بغات تخدم البنات بالحرير مبروم تخدم، اللي ما بغاتش تكتفي غير بهاد الحرير. المهم الحاجة اللي نتوما موالفين كتخدموا بها البنات ما تغيروهاش. صافي هما بقاو لي عاوتاني ها واحد جوج ما نخدمهمش، وغندير واحد جوج سلسلات. وغنجي عاوتاني لهاد السلسله اللي ما بين هاد ثلاثه الاعمده وهاد ثلاثه، غنعمر فيها جوج اعمده ها واحد ها جوج، عمرتهم غندير واحد السلسله وغنكمل عاوتاني جوج اعمده وحده اخرين ها واحد ها جوج، عاوتاني واحد السلسله
ونزيد جوج أعمدة أخرين، يعني ستة، وكل جوج فيهم فرقهم سلسلة. غندير واحد جوج سلسلات، غنقز واحد جوج، غنشد هنا عاوتاني وغنكمل. دائما هنا هنا كيكون عندنا غير غرز الحشو، هنايا بالضبط غرزة حشو. غنكمل هنا غير بغرزة الحشو، لأن الحساب حسبناه البنات في الأول، ما نبقاوش دابا دائما نحسبو، لا صافي. إلا كنا غنقزو عين غنخليوها، إلا كنا غنقزو جوج غنخليوهم، صافي. والحساب ديالنا البنات غيبقى مستمر. هانتوما البنات أنا درت، دابا عاوتاني غنوريكم كيفاش غنخدمو فوق هاد الزواقة الأخرى. نقزنا عاوتاني جوج ما غنخدموهمش، وغنديرو جوج سلسلات. غنجيو للسلسلة الأولى هادي، وغادي نعمرو فيها ثلاثة الأعمدة. درنا العمود الأول، ها العمود الثاني، والعمود الثالث، ها هوايا واحد سلسلة عاوتاني، وفي نفس المكان غادي نكملو ثلاثة الأعمدة أخرين. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، كما كتشوفوا. غنعاود عاوتاني غندير غير واحد سلسلة، وغنمشي للفراغ الثاني، وغنعمر فيه حتى هوايا ثلاثة ديال الأعمدة. ها واحد، ها جوج، جوج أعمدة اللي درنا. غنزيد العمود الثالث، ها هوايا، غندير عاوتاني واحد سلسلة، وغنكمل في نفس المكان ثلاثة ديال الأعمدة واحد أخرين. يعني عندنا دابا ستة في كل فراغ، جوج، ها ثلاثة. هانتوما البنات، هاي بس كتوضح لنا الزواقة ديالنا كما كتشوفوا. دابا عاوتاني غنسالينا، غندير واحد جوج، جوج سلسلات، غنقزو وحدة وغنخدمو في الثانية، وغادي نديرو غرزة حشو. ها هي، وغنبقاو غاديين. دابا حنا ما حدنا كنقربو هاد المساحة، هنا كتصغر لينا، إلا الزواقة راه غادا دغيا كتسربا لينا. نبقاو غاديين غير بغرز الحشو كيما شتو. ها حنايا على هاد الشكل هذا. دابا غنديرو عاوتاني واحد جوج، جوج سلسلات، غنلوي الخيط على الكروشي، وغنجي للفراغ الأول غنعمر فيه عاوتاني ثلاثة ديال الأعمدة. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، واحد سلسلة، غنعاود عاوتاني ثلاثة ديال الأعمدة أخرين. واحد، ها جوج، ها ثلاثة. يعني البنات ستة ديال الأعمدة في هاد المكان. غندير واحد سلسلة، وغنجي عاوتاني للفراغ الثاني، ها هو، وغنعمر فيه حتى هوايا ثلاثة د الأعمدة. ها واحد درناه، ها جوج، عفوا درت جوج، ها هو العمود الثالث. دابا د العمود الثالث كنديرو عاوتاني واحد سلسلة، ونعمر عاوتاني ثلاثة د الأعمدة أخرين في نفس المكان، ها جوج، ها ثلاثة. عاوتاني واحد جوج سلسلات، غنقزو وحده وغنشدو في الثانيه. هانتوما البنات، ها الزواقه ديالنا هي بدات كتكبر لينا كتوضح. هانتوما نكمل، انا غنكمل هنا هاد غرز حشو، وغنرجع فاش نوصل عاوتاني هنا، باش نبغي نكمل فوق هادي ونوريكم. هانا درت عاوتاني البنات انا، وفاش وصلت هنا عاوتاني، دابا غادي ندير واحد جوج سلسلات عاوتاني مباشرة. غنمشي هنا لهاد الفراغ الأول، ها هوايا، غنعمر فيه حتى هوايا ثلاثة د الأعمدة. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. كيما شتو غندير واحد سلسلة، وغادي نعمر عاوتاني ثلاثة أخرين في نفس المكان، يعني ستة. كيما شتو جوج، ها ثلاثة في نفس المكان كما شفتوا. دابا غندير عاوتاني واحد، غير واحد سلسله، وغنجي هنا لهذا الفراغ هذا اللي هنا في الوسط، ونعمر فيه حتى هوايا
ثلاثة ديال الأعمدة، ها واحد جوج، ها ثلاثة كما شفتوا، عاوتاني واحد سلسلة وثلاثة في نفس المكان البنات، ها واحد ها جوج ها ثلاثة كما كتشوفوا احنا كملناهم. عاوتاني واحد ونمشيو مباشرة لهذا الفراغ هذا، هنعمر فيه حتى هوايا ستة ديال الأعمدة كل ثلاثة بوحدهم، ثلاثة نديرهم هذا الثالث هو هذا اللي كنخدم دابا، واحد سلسلة ها هي، ونكمل ثلاثة أخرين في نفس المكان. واحد ها جوج ها ثلاثة، غندير عاوتاني واحد جوج سلسلات ونخلي غير غرزة وغنمشي للثانية، غادي ندير غرزة حشو. ها نتوما شفتو هاي الزواقة ديالي، هاي بدات كتوضح على هذا الشكل هذا. غنزيد عاوتاني غرز حشو البنات، غنزيد غرز حشو حتى نقرب الجهة الأخرى. صافي عاوتاني تهنا انا خليت غرزه ما غنخدمهاش، وغندير واحد جوج جوج سلسلات، وغنبدا نعمر هنا كما عمرت البنات في هذه الاولى. هذه غندير عاوتاني سته ديال الاعمده كل ثلاثه بيناتهم واحد سلسله، جوج ها ثلاثه ها واحد سلسله، ونعمر عاوتاني ثلاثه اخرين في نفس المكان كما شفتوا، واحد ها جوج ها ثلاثة. غنعاود ندير واحد سلسلة وغادي نعمر في هاد الفراغ اللي في الوسط، العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث واحد سلسلة، هاهي عاوتاني العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث دائما في نفس المكان. ها نتوما كما كتشوفوا عاوتاني واحد سلسله، وفي هذا الفراغ هذا عاوتاني غنعاود نديرها العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث، ها هو واحد سلسله، ونعمر عاوتاني ثلاثة ديال الأعمدة في نفس المكان عاوتاني. درت دابا جوج كملت ثلاثة، عاوتاني غنكملتهم دابا غندير جوج أعمدة جوج سلسلات، غنخلي غرزة وغنمشي للثانية وغادي ندير غرزة حشو. دابا فاش غندور بقاو ليا البنات غير سطر واحد. هاد الوردة اللي بغى يديرها كبيرة يديرها، اللي بغى يديرها صغيرة يديرها، كل وحده وكتحكم في الكبر ديالها كما بغات. هنا كنكمل بغرز الحشو واحد سلسله وغادي ندور عاوتاني. دابا هنا البنات انا بقى ليا غير سطر واحد، ها نتوما دابا غنزيد بالغرز الحشو حتى نوصل للزواقه ديالي. دابا انا وصلت هنا نقص دابا جوج، وغادي ندير واحد جوج سلسلات، غندور الخدمه ديالي ونجي هنا عاوتاني وغادي نعمر بنفس الطريقه ثلاثه الاعمده، ها واحد ها جوج ها ثلاثه، واحد سلسله هنا كنا كندير واحد سلسله، ودابا انا درت واحد غنزيد جوج غنزيد ثلاثه. علاش؟ باش غادي ندير بيكو، ها هي بيكو، وغنكمل عاوتاني ثلاثة في نفس المكان، حيت هذا قلت لكم هو السطر الأخير. ها واحد ها جوج ها ثلاثة، أنا كملت دابا هاد الأولى. دابا غادي ندير واحد جوج سلسلات، وغنجي عاوتاني في هاد الوسط،
وغادي ندير عاوتاني ثلاثه الاعمده، واحد ها جوج ها ثلاثه، هما ثلاثه الاعمده. وغندير واحد جوج ثلاثه السلسلات، وغادي ندير بيكو على هذا الشكل. هذا انا درت بيكو، غنكمل عاوتاني ثلاثه في نفس المكان. درت الاول هاد الثاني هاد الثالث، غنكمل عاوتاني واحد جوج سلسلات. غنجي هنا في الاخير بقات لي وحده، غنعمر فيها عاوتاني العمود الاول العمود الثاني والعمود الثالث. غندير عاوتاني واحد جوج ثلاثه، وغادي ندير بيكو هانتوما، ونكمل عاوتاني ثلاثه هانتوما. هاد الخدمه ديالي ها هي بدات كتكبر وكتوضح، فحقا كتجي زوينه. ونكمل عاوتاني ثلاثه. دابا درت العمود الاول، هنعاود ندير ثاني، ونعاود ندير العمود الثالث. كملت العمود الثالث، غندير واحد جوج سلسلات البنات ها هما، وغادي نجي هنا في الوسط. هنا عندي اربعه ولا خمسه اللي بقاو لينا، وغادي ندير البنات غرزه حشو في الوسط. ها هي ها غرزه حشو، يعني ساليت هاد الاولى ديالي، ها هي كملتها. دابا عاوتاني غادي ندير واحد جوج، وغنجي عاوتاني هنا، وغادي نكمل الزواقه ديالي كما درت ليها البنات هنايا. ها نتوما البنات، هاي الزواقه ديالنا من بعد ما كملناها كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي زوينه. هنا انا درتها لكم القياس غير صغير للبنات اللي بغى يكبرها. هنا بلاصه انا ما درت هنا 14 عمود، تقدروا ديروا 20 او 22، وانتم غاديين وكتكبروا في الوريطه ديالكم حتى كتجيكم كبيره. انا درت لكم القياس اللي هو كيكون متوسط اللي غيرضي جميع الاذواق. ما تنساوش البنات كتبوا لي في كومونتير كيف جاتكم هاد الزواقه، واش زوينه ولا خايبه. يلا بسلام عليكم.